حضرتك جسمك من النوع الكمترا، يبقى هتاخدي معانا ورقه الرجيم الصفرة. لا والله، وش معنى يعني الصفر؟ ليه مش الخضر؟ لان حضرتك من النوع الكمترا التلاجة، الخضرة بتاعت الكمترا الخشابي. يا فندم، واحنا بنلعب هنا، ده علم يا فندم، ورجيم ودايت شغل. بص بقى، انا جيت لك بعد ما فاض بيا، انا ما جيتش غير لما قالوا لي ان انت دكتور ساحر، بتخفي الارداف وتخسس الافخاز وتفش الاكتاف، لكن الورقه دي صعبه قوي، لا انا مش هقدر اعملها، مش هقدر. انا اقول لحضرتك تعملي ايه لما تضعفي قدام الاكل؟ في اللحظه دي انت هتغمضي عينيكي، هتستهدي بالله، وهتفكري في نيلي كريم، وهنشرب 4 نقط شاي اخضر بالليمون، وهتنامي. بقولك ايه، فكك من كلام الاعلانات ده، انا شاربه محصول شاي اخضر وفدانين ليمون طول السنتين اللي فاتوا دول. انا مش هحرم نفسي من حاجه. لا فندم، تحرمي نفسك ايه؟ اللي قدامك ده صاحب احدث نظريه في طب الاغذيه. ايوه، النظريه دي بتقول باختصار ان احنا نقلل الاكل جدا، نزود المجهود جدا، هنخس بمنتهى البساطه. هنعمل ايه في النظريه دي؟ النظريه دي هتخلينا نستمتع بحياتنا، ناكل كل اللي احنا عايزينه، بس كل ما هنالك ان احنا يعني ما فيش حرمان، هنلغي بس الكربوهيدرات اللي هو الرز والمكرونه، العيش، الحاجات البسيطه دي. طبعا هنقفل على السكر خالص، الملح هنقلله جدا لغايه ما نلغيه لانه بيخزن ميه في الجسم. اما الفاكهه، فاكهه جميله، ناكل فاكهه براحتنا بقى، بس هناكلها ازاي؟ هناكل ثمره واحده ده بس في الأسبوع، ومش هينفع تكون ولا مانجا ولا عنب ولا تين ولا بلح ولا أي فاكهة طعمها حلو أصلاً. السلطة، السلطة عظيمة، صديقة الإنسان، كلي منها براحتك خالص، بس مش هنحط عليها دريسنج لأن الدريسنج بيتخن، وطبعاً هنلغي الملح زي ما اتفقنا طبعاً، لكن ممكن ندلع السلطة بقى. حط عليها معلقة خل بلسمي، 4 نقط جنزبيل، نفخة كزبرة، رشة كمون، حاجات كده بالهنا والشفا. المية نشرب مية براحتنا تماما، بس هنغليها وهنشيل الوش، وهنجري كتير لحد ما نموت، ونلعب رياضة ساعات طويلة شاقة ظريفة. فين الحرمان بقى؟ حضرتك كده بتخسس ست ولا بتشرس كلب؟ أنا قربت هوهو. في ايه في اللي انت بتقوله ده؟ انا ما اقدرش اعمله لوحدي، ما معروف اي حد عايز يخس يقلل اكل ويزود مجهود، فيها ايه انا ادفع 850 جنيه عشان اقعد قدامك كده تقولي شويه حاجات بديهيه؟ بديهيه؟ مادام هي حاجات بديهيه، امال انت جايه لي ليه يا مادام؟ عشان انت كاتب انك دكتور ساحر وبتخسس بطرق علميه حديثه. انا قلت فعلا موضوع الساحر ده، ايه ده، انت دافعه الفيزيته بتاعت الساحر؟ ايوه. لا اذا كان كده يبقى نتقل بقى. ها، ساحر كده ولا مش ساحر؟ ايه ده، هنعمل بيه ايه؟ هنسلقه؟ لا، ده هتطلقيه في الشقه وتجري وراه. انت مش متخيله جري الارانب بيخسرنا سعرات حراريه قد ايه. ده اسمه رجيم ارانب، الرجيم ده هيكلفك 1400 جنيه في الكورس. ها، لا بلا ارانب بلا جري، فين الرجيم والعلم يا دكتور؟ ما تقول لي حاجه تدخل الدماغ. اوكي، ممكن حضرتك بس تتعاوني معايا وتقفي عند الحيطه اللي هناك دي؟ عارفه، عشان تقيس الوزن والطول، ودي عايزه سحر دي. لا يا فندم، حضرتك هتقفي واحط على دماغك تفاحه، وهنشن عليكي بالابر الصينيه عشان توصل لودنك. الابر الصينيه دي تكلفتها 3000 جنيه، ومعانا عرض من عيادتنا النهارده، مجموعه دبابيس هديه. ها، نعمل ده؟ جربتها وكلت اكتر من الاول، بقيت كده اشيل الابر من وداني واكل بيها الزلابيا. يا ساتر. خلاص، يبقى هنجرب نحت القوام. النحت ده هيكلفنا 35000 جنيه، النحت هيبقى من غير التجليق ومن غير المناور. وحضرتك هتاخدي معاكي الدهون اللي هتطلع الزياده، لان انا ما ادخلش بيتي دهون حرام. لا لا والنبي، بلاش النحت والبهدله دي. خلاص، في الحاله دي اكيد بتحب البلالين. نعمل بالونه، البالونه لو منفوخه بتبقى ب 20000، لو هتنفخيها بره هتبقى ب 15000. نتكل على الله ننفخ، ولا حضرتك تحبي تنفخي بره؟ بلا بره بلا جوه، انا حاطه 4 جوه. 4 بلالين؟ لا ده انت عندك عيد ميلاد جوه بقى. اوكي، يبقى نشفط. الشفط لوحده 18000، الشفط وطرد 20000. ها، نطرد؟ بلا شفط بلا طرد، انا ماشيه. لا 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 يا فندم، استهدي بالله كده، روقي كده، هتخليني اخش عليكي بالتقيله بقى. شاي دكتور مينج الصيني الاصلي، اعظم شاي تخسيس في العالم. ومعانا دكتور مينج على الخط اهو شخصيا، هيعمل لنا الشاي بنفسه وهيبعته من الصين. هنشرب انا وانتي احلى 2 شاي، وطبعا انت اللي هتحاسبي على المشاريب. الحساب هيبقى 3000 جنيه بس. بلح،
جربت كل الشاي والملينات اللي في الدنيا، جربت الحزام اللي بيهز الدهون ويسيحها، والحزام اللي بيحجم الدهون ويجمدها، والحزام الناسف للدهون، وحزام المزلزل للبطون، وحزام جلد للزبون، كل حاجة كله فلصه فلصه كد. انت سحر انت. واضح ان حضرتك لف السوق وفاهمه كويس. المدام بتشتغل ايه؟ ربة منزل، وهي دي المشكلة، ما بتحركش ولا بخرج ولا بروح ولا باجي. يعني ما بتشوفيش حد ولا حد بيشوفك؟ لا ازاي يعني، بشوف طبعا وبيشوفوني على الفيسبوك طول اليوم. بس يبقى تاهت ولقيناها. انت كده ممكن تخسي في لحظة. هنعمل رجيم فوتوشوب، هنظبط لك صورك ويبقى خلاص. هنعمل 6 بروفايل بيكشر وواحدة كفر فوتو مع الأرنب والبلالين وكله، الحساب هيبقى 12000 جنيه. ها أيوة بقى، أنت كده ساحر. بس كده مش نصب يا شيخة، بلا وجع قلب، إحنا هنعيش كم مرة. بقول لك إيه، نبعت بقى نجيب 2 شاي مينجا نشربهم وإحنا بنظبط الصور. تحبي إيه؟ مينج كشري ولا مينج فتلة؟